العقار اليوم مرتبط في كل شيء في حياتنا، في معيشتنا، في تنقلنا، في كل شيء فعلياً، كل شيء في الحياة العقار له صلة أساسية فيه. لذلك الاهتمام في العقار جداً كبير، وحنا في السعودية اليوم اهتمامنا في العقار جداً كبير لأننا نعتبر من أهم البقاع على مستوى العالم. فحنا اليوم في سيتيسكيب جلوبال، أكبر معرض عقاري موجود في العالم هنا في الرياض في السعودية. أنا أعتقد اليوم في السعودية والله قاعد نعيش فترة ذهبية. بقول لك إياها زخم، طلعت فعالية بالمستوى سيتيسكيب ما شافوه قبل. خلني أخذ بك كذا لفة حلوة في سيتيسكيب جلوبال. في هذا المعرض موجود أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم يتكلمون عن أهم التطورات العقارية، عن مستقبل العقار، يتكلمون عندنا هنا في السعودية في سيتيسكيب، لأنه يعتبر واحد من أهم المعارض اليوم في التطوير العقاري وفي المستقبل العقاري. تدرون كلكم أن السعودية اليوم مع The Lion & Yume تقود المستقبل العقاري على مستوى العالم. هذا نفق تفاعلي موجود في أمانة مدينة الرياض. النفق هذا يعطيك تفاصيله، بداية من خريطة الرياض وانت تمشي تتحرك معاك، يوريك تاريخ الرياض، تاريخ العقار في الرياض، وعلى الشاشات هذه يعطيك معلومات وتفاصيل لكل شيء موجود في الرياض. جازان بلد الفل والكادي والقهوة والمانجا، مو بس هذه المميزات فيها، جازان تمتاز بالتضاريس اللي موجودة فيها، إن بغيت جبال شاهقة وإن بغيت سهول وإن بغيت بحار وشواطئ تمتد لأكثر من 300 كيلو وجزر وتنوع جغرافي رهيب في منطقة جازان. الجميل أن منطقة جازان موعودة بمستقبل عقاري مبهر، مجموعة كبيرة من المشاريع، أكثر من 5000 مشروع عقاري ضخم، 100 منها تعتبر مشاريع نوعية. في معرض سيتيسكيب راح يعرضون أكثر من 25 فرصة استثمارية نوعية ونادرة. تخيلوا أن هذا المكان موجود في أمانة عسير، مستعرضين فيها في هذه الشاشة وش الأشياء الموجودة الطبيعية في عسير، وكذلك بعض الخدمات، أيضاً بعض الفرص الاستثمارية اللي موجودة في منطقة عسير. فمثلاً لو رحت الجوف، لو رحت تبوك، لو رحت مثلاً عرعر، لو رحت لأي مكان راح تجد فيه عرض رهيب جداً للفرص الاستثمارية اللي موجودة. كنت سمعت عن يوماب، الخرائط الوطنية الحضرية، هذه تقنية عظيمة جداً تراها تفيدك وين ما كنت في السعودية. تخيل تبغى تحدد مدن، تبغى تحدد مناطق، تبغى تحدد قطع أراضي صغيرة تقدر تعرف تفاصيل التفاصيل عنها وانت في بيتكم. مثلاً أنا حددت مدينة الرياض، أقدر أعرف البيانات الأساسية لها، مساحة النطاق العمراني ومساحة حد التنمية وغيرها. أقدر أعرف أيضاً عدد السكان، أقدر أعرف الأراضي والبناء، كم عدد الأراضي التجارية السكنية وغيرها من المواصفات. أقدر أعرف أيضاً الخدمات، لو بتحدد أرض مثلاً في حي النرجس في الرياض تقدر تعرف الشوارع، تقدر تعرف وجه الأرض وين رايح، شرق ولا شمال ولا جنوب، تقدر تعرف الخدمات اللي واصل الأرض، تقدر أنت من أي منطقة في السعودية تعرف وش الخدمات اللي وصلتك، يمكن بعض الخدمات ما تقدر تتعرف عليها بشكل سريع. يوماب يعرفك كل شيء بالتفصيل، تقنية سعودية إبداعية، تقنية وطنية حضارية. تحالف، السؤال وش هي تحالف؟ تحالف هي شركة مملوكة للاتحاد الأمن السبراني،
مملوكة أيضا لصندوق الفعاليات، وأيضا مملوكة لشركة انفورما العالمية، وشركة صلة إن شاء الله أنهم يخلصون إجراءاتهم خلال الشهور القادمة ويدخلون شركة معنا. هم أعلنوا بشكل رسمي بس قاعدين في الإجراءات نخلص معهم نقل الملكية جزء من الشركة لهم. وش هو سيتيسكيب أصلا؟ براند عالمي جال السعودية، والسعودية القطاع حقها عالمي، فلما صار كذا في كومبينيشن جميل أو اندماج جميل طلعتنا فعالية بالمستوى سيتيسكيب ما شافوه قبل. يعني حتى سيتيسكيب الفريق اللي خلفه يقول إحنا ما شفناه بحجم فعالية بالحجم هذا يمكن 20 سنة ما شفناه. برنامج جودة الحياة واحد من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية، مرتبط في كل شيء في حياتنا. تحت هذا البرنامج 6 قطاعات، واحد من أهم هذه القطاعات هو التصميم الحضري. التصميم الحضري مهتم في هدفين: تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية. لو بيجيك مستثمر اليوم لازم يقرأ مستقبلك. مستقبلنا مرتبط بجزء كبير في هذا القطاع تحت برنامج جودة الحياة. راح نهتم في تنمية أنسنة المدن، أيضا في تحسين جودة البنية التحتية، أيضا في تعزيز التحول الرقمي في القطاع، وهذا اللي شفنا قبل شوي من خلال يوماب وغيرها من القطاعات. أيضا تطوير الأنظمة والتشريعات والمعايير العمرانية. هذا الشيء أو هذا القطاع هو اللي يخلي المستثمرين سواء داخل السعودية أو خارج السعودية يتطمنون، يعرفون أن الاستثمار في السعودية والقطاع العقاري في السعودية مقبل على مرحلة رائعة جدا، فيه جودة جدا رائعة تناسب حياة الإنسان. بيجي يوم من الأيام نتمشى في الرياض ونشوف هذا الشجر وهذا الخضار موجود في كل قطعة أرض وفي كل مكان عام داخل السعودية، لأنه في الرياض فقط في مستهدف أن يكون في أكثر من 7.5 مليون شجرة من 98 نوع مدروسة بعناية. زمان كنا نشجر أي كلام، اليوم الموضوع مختلف. الشجر هذه لها معايير معينة عشان تدوم معك وتدور وتتكاثر بشكل إبداعي ورائع وتكون مناسبة للجو اللي أنت قاعد تعيش فيه. حنا الآن في بوث الرياض الخضراء، بوث إبداعي جدا رائع، عطوك الجو يخلوك تعيشه كيف بتكون الرياض مستقبلا وكيف بتكون المملكة العربية السعودية مستقبلا في عقاراتها وفي أراضيها وفي أماكنها العامة. هذه وسط جدة، احنا في بوث وسط جدة في معرض سيتيسكيب. وسط جدة مساحتها 5.7 مليون متر مربع، وهذه تتجاوز مساحة مدن. تكلفة هذا المشروع 75 مليار ريال. نبي نزور أنا وياك المرحلة الأولى منه بإذن الله في بداية 2027 في سيتيسكيب. تجي وتشوف واحد من أهم المشاريع الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، طريقة عرض مبهرة، وتعلم الناس فعلا وش وسط جدة وليش وسط جدة وليش هذا الاهتمام بوسط جدة. أنا صراحة منبهر. في أول يوم من سيتيسكيب تخيل ضاحية الفرسان، تعتبر واحدة من أكبر الضواحي المستقبلية عندنا في الرياض، 3 مناطق من ضاحية الفرسان تم حجزها بالكامل عن طريق سيتيسكيب. أرحب فيك في أكبر جناح في معرض سيتيسكيب العالمي، جناح الوطنية للإسكان الرائد والممكن للتطوير العقاري. اليوم لما تسألني تقول لي صالح يعني أنا هل هذا واقع اليوم؟ نعم، مرسية 3 هذا واقع اليوم، نفتخر فيه ونقدمه كمنتج ليس الطموح العالي جدا، ولكن هو من النماذج اللي راح يتم العمل عليها بشكل مختلف وبشكل مميز، وبإذن الله منها للأعلى في مرسية. أنا سمعت معلومة صحح لي، يقولون جزء كبير من هذه الضواحي راح حجز بالكامل من سيتيسكيب. نعم، ضاحية الفرسان أكبر ضاحية في المملكة، تم حجز 3 مشاريع بالكامل من سيتيسكيب، هنا في سيتيسكيب. لما أشوف سيتيسكيب اليوم بهذه الضخامة وعدد الصالات الكبيرة أقول إيش المرحلة الجاية من سيتيسكيب؟ إذا أنت في أول نسخة أكبر معرض عقاري في العالم وأنت تستاهل هذا الشيء لأنك في المملكة العربية السعودية. ريتال اليوم تعد واحدة من أكبر الشركات المطورة للعقار واللي موعدتنا بمشاريع مستقبلية مختلفة. إحنا يوم شفناها هل معقول بيصير عندنا زي كذا؟ فأنت ما شاء الله عليك مطور عقاري لك سنوات طويلة في السوق، هل هو حلم ولا واقع؟ وين رايحين حنا في العقار؟ اليوم قاعد نشوف أمثلة ناجحة، اليوم قاعد نشوف مشاريع نوعية ما صارت في العالم على مستوى صندوق استثمار عام، كل شركاته اللي انشأت اليوم، هذا كلام مش مصيري اليوم. أفكار ما قاعد ناخذ أفكار تقليدية، إحنا قاعد نجيب أفكار نوعية،
افكار جديده للعالم على اساس العالم اليوم يجي يشوف. هل العقار مرتبط في كل شيء في حياتنا؟ 120 صناعه، 120 صناعه، 120 صناعه العقار. فما هو مجرد حلم اليوم، انا اعتقد اليوم في السعوديه والله قاعد نعيش فتره ذهبيه. حياك الله ابو عبد العزيز. هلا ابو فيصل، حياك الله. مسار اليوم واحد من اروع الاركان اللي موجوده في سيتي سكيب. الزحمه عليكم مش طبيعيه، لانه اعتقد انه مشروع يهم كل الناس. باين علينا واضح. بسم الله عليك. تعبان من الناس والشرح، الله يعطيك بالعافيه. وش هو مسار؟ طال عمرك مسار هو رؤيه تعكس رؤيه شركه ام القرى لمستقبل مدينه مكه المكرمه. يا سلام. اليوم احنا بنتكلم على مشروع مساحته 1,200,000 متر مربع، يمتد بطول 3,600 كيلو، أقرب نقطة للحرم هي 550 متر. في الحقيقة أنت طول ما أنت ماشي على ممر المشاة فأنت ماشي فوق أحد مكونات البنية التحتية، سواء كانت محطة مترو، محطة حافلات، أو مبنى لمواقف السيارات. الناس تمشي فوق وفي تحت عالم ضخم، في تحت مدينة متكاملة من البنية التحتية. هل راح يتغير شكل جبل عمر بعد المسار؟ جبل عمر هو جارنا، اعتقد انه احنا وجبل عمر نكمل بعض، نكمل الصوره اللي الكل حابب يشوف مدينه مكه المكرمه. هل الصناعه يبدا من عقار؟ العقار ممكن يكون يمكن الصناعه انها تبدا بسهوله ويسر وبسرعه، وهذا اليوم اللي نركز عليه. ما هو المنتجات اليوم اللي يحتاجها الصناعي عشان يبدأ نشاطه ويركز الصناعي على الصناعة ويترك التطوير المصنع كمصنع وبناء المصنع إلى من هم أهل خبرة مثل أخواننا مطورين عقاريين؟ وهذا السوق واعد مع الوصول للرقم المستهدف 36,000 مصنع. أستاذ ثامر، روشن اليوم طالعة بشكل غريب، ما كنت شفت روشن زيها تعرض بطريقة نموذجية مرة. وش تسوي روشن اليوم في سيتي سكيب؟ حياك الله. احنا اليوم جايين فعليا نقول للجمهور ان روشن لهم. كيف روشن لهم؟ احنا كل منتجاتنا اللي قاعدين نعرضها اليوم هنا زي ما انت قلت قاعدين نعرض التجربة المتكاملة، نوريهم احنا كيف نبني المجتمع، كيف البنية التحتية تنبني، كيف احنا نسمع لهم ونغير منتجاتنا على لهم. يعني الان المرحله الثالثه من سدره فيها تغييرات كبيره جدا كلها مبنيه على كل ردود الافعال اللي سمعناها منهم. ايش انطباعكم اليوم عن سيتي سكيب وعن الحضور، عن التفاعل، عن الشراء، عن كل شيء؟ انا كشخص ما قد عمره استخدم بالكلمه واقول لك اياها، زخم. احنا ما قد توقعنا ذر يعني الزيارات، اكثر من 100,000 زائر لجناحنا في ثاني يوم. واحنا اليوم بنقفل المعرض بنتوقع انه نوصل فوق 150,000 زائر. ارقام هائله في تسجيل الاهتمام، ارقام هائله في الاستفسارات، ارقام هائله في الشركاء اللي جونا. وقعنا عقود ضخمه جدا هنا واثبتنا ان روشن موجوده عشان هي شريك للمجتمع وشريك للشركات وللناس كلها. وهذا سيتي سكيب. اتمنى اني نقلت لك بشكل دقيق اذا انت ما حضرت سيتي سكيب او تبغى تحضر سيتي سكيب النسخه الثانيه او الثالثه، يكون هذا الفيديو مرجع لك. تعرف وتقدر حجم ضخامة هذا المعرض الكبير اللي يعتبر على مستوى العالم مش على مستوى المنطقة فقط، واللي يحكي لنا فعلاً مستقبل العقار داخل المملكة العربية السعودية، واللي يحكي أيضاً حجم الفائدة اللي استفدوها كل الحضور اللي جو اليوم في سيتي سكيب. أتمنى أني نقلتها لك بشكل إبداعي ورائع وواضح ودقيق، سامحني على التقصير صراحة، في أشياء كثيرة ما قدرنا نطلعها، لأنه لو بنطلع كل شيء في سيتي سكيب نحتاج 10 أيام تصوير. شكرا لكم، نشوفكم على خير، في أمان الله.